بسم الله، هنبدأ مع بعض شابتر 9 الخاص بالأوبجكت وكلاسز. الأوبجكت معناها كائن بيتم إنشاؤه داخل البرمجة، تمام؟ والكائن دوت بيملك مواصفات وبيملك خصائص معينة، فعشان ننشئه لازم يكون عندي حاجة عندنا في البرمجة اسمها كلاس. الكلاس دي بتحوي الخصائص الخاصة بهذا الكائن، وبتحوي فانكشن او ميثود بيتم استدعائها بتنفذ اوامر داخل هذا الكائن. انا كل ده بنحطه في قلب الكلاس معينه، ولما نيجي ننشئ اوبجكت، الاوبجكت بيبقى جزء من هذه الكلاس، بيبقى وحده منها، فبنعمل منها. مثلا عندي، لو عندي هنا الكار مثلا، بيبقى فيها ليها سرعه، الكار ليها سبيد، فبعمل متغير اسمه سبيد، وليها كولر بيبقى ليه لون، ويبقى ليها النيم اسمها ايه. كل دي متغيرات داخل مين؟ داخل الكلاس اللي انا انشأتها. وفي ميثودز او في فانكشن بتقوم بمهام معينة، كل مهمة عملية تحريك السيارة، عملية تشغيل السيارة، عملية الرجوع للخلف وهكذا. كل دي عمليات بتقوم بيها هنا. لما انا انشئ كائن منها، فبقول انا عندي كار، هنشئ منها كار 1، هنشئ منها مثلا كار 1. فلما انشئ كار، عندي كار، اوكي، لو قلنا الكلاس دي اسمها كار، هنشئ منها كار 1. كار 1 دي كائن بيملك جميع المواصفات اللي في قلب كار. ممكن انشئ كائن اخر اسميه كار 2، برضو يملك جميع المواصفات اللي هنا. ممكن انشئ كار وهكذا. اذا في البرمجة بتعتمد البرمجة الشيئية اللي هي Object Oriented Programming. البرمجة الشيئية هي بتعتمد ان انا بنشئ كلاس خاصة فيها المواصفات والخصائص والميثودز والفانكشن اللي هيقوم بيها اللي انا عايزها. دي بتختص بجزئية معينة، بننشئ كائنات منها. نقدر ننشئ اكتر من اوبجكت، عشان كده هو بيقول اوبجكتس اللي هي كائنات، وبالتالي كل كائن بيملك نفس الخصائص. ولكن انا ممكن اغير في السرعة دي، تبقى دي كار ليها لون معين وليها سرعة معينة وليها اسم معين غير الكار اللي هنا، ولكن كلهم يملكوا نفس المكونات اللي هنا. يعني كلهم ليهم اسم، ليهم لون، ليهم سرعة، وبالتالي هنا مثلا دي اسمها كار 1، واقول دي نوعها من النوع تويوتا، دي من النوع هونداي، دي سرعتها 100، دي سرعتها 50، دي سرعة، ودي دي لونها احمر، دي لونها اخضر، وبالتالي كلهم يملكوا نفس المواصفات ولكن باشكال مختلفة. يبقى كلهم بيتم انشائهم من نفس النوع ده، كده بنسميها عملية الاوبجكت اورينتد. هنا هو بيقول لي الاوبجكت اند الكلاسز. كل اوبجكت في الفيجوال بيزك ديفايند باي كلاس، يعني كله لازم يكون بيتعرف من الكلاس. زي ما قلنا لازم ينشا كلاس ياخد منها الاوبجكت. الكلاس نفسها عباره تحتوي على متغيرات وخصائص، ده اللي احنا قلناه، وبروسيجر. البروسيجر اللي هي الفانكشن اللي بتقوم بوظيفه معينه، والخصائص اللي بتبقى عندي دي بتبقى في اسم كلاس معين، والكلاس ديت بتحتوي على الخصائص اللي انا بقدر استدعيها، استدعي منها اوبجكت، يبقى انا انشئ منها اوبجكت. يبقى الاوبجكت لازم يكون اصلا طالع من قلب كلاس معينه فيها القيم بتاعتها، بيعتبر هو نوع من انواعها، نموذج ليها، نموذج مصغر بيحتوي على جميع المكونات ويمكن استدعائها من خلاله. وطبعا ملف الكلاس بيبدا ملف ليه اسم، النيم بتاعه بيبقى اي اسم، دوت بيبقى اسمه الامتداد بتاعته دوت في بي، ده بيبقى فايل منشأ في قلب البرنامج. البرنامج اصلا بيبقى فيه مجموعة كلاسات، كل كلاس ليها اسم معين. احنا عندنا في قلب الكلاس الرئيسية بيبقى فيه حاجة اسمها المين ميثود. المين ميثود اللي احنا بنبدأ منها، لو قلنا بنبدأ منها البرنامج، داخلها بيتم استدعاء البروسيجر او الاوبجكت، ننشئ اوبجكت، اوبجكت من كلاس دي او اوبجكت من اي كلاس، ويتم استدعائه داخل البرنامج، وبالتالي البرنامج بيتم شغال. فلازم اكون عارف يعني ايه كلاس ويعني ايه اوبجكت وازاي اتعامل معاه. طيب كيفية الانشاء، بنيجي واحنا لما انشأنا البروجكت، بنيجي من نقف على البروجكت، ندوس رايت كليك ونختار اد، وبعد ما نختار اد نختار كلاس، يبقى اوبجكت، نقف رايت كليك ونختار اد ونضيف كلاس. بعد كده الكلاس لما بجيلي فبتختار لي الملفات اللي انت عايزها، فبختار ملف ايه؟ الكلاس. الملف ده بيكون امتداده في بي، فبنشئ الكلاس وبعد كده بديها اسم من عندي هنا تحت. فالاسم هنا امبلوي اللي هو اسم الموظف،
اعمل خاصة بالموظفين فيها مواصفات الموظف وانشئ منها موظفين، يبقى employ dot vb. اوكي، ايه هي مكونات بقى الكلاس employee دي؟ الكلاس employee بتحوي، انا عندي هنا بيقول لي اسم الكلاس، يبقى بيقول public class ويحط الاسم ده، الاسم اللي احنا هننشئ منه بعد كده كلاسات اخرى. هنا دي اسمها attributes اللي هي الخصائص. احنا عندنا الموظف مثلا، الموظف ايه الخصائص؟ انا عايز انشئ موظف، لما انشئ موظف عايز اخد بياناته ايه؟ عايز اخد الاسم، يبقى ده اول خاصية. عايز اخد job roles، ايه المهام بتاعته، وبعد كده عايز اخد عمره، وبالتالي انا هنا النيم الجوب رول والاتش دي الخصائص اللي انا عايزها. اوكي، وفي الاخر انا عندي فانكشن بتحسب لي السعر السالري بتاعه، فاقول جيت سالري تجيب لي السالري، واقول باي فال يعني بالمتغير، المتغير اسمه جوب از سترينج، ناخد الجوب رول اوكي از سترينج. اوكي، وبعد كده ببدا اطلع القيم اللي هي تاخد هو وظيفته ايه، هو بيعمل ايه، مثلا مدير، عامل، موظف، محاسب، كل حاجه دي بتتحط هنا. وبعد كده لو حطيت له نوعها يطلع لي هو بياخد سالري قد ايه. المفروض دي الكلاس اهي اند كلاس وبابليك كلاس. انا بعد كده هنشئ منها اوبجكت باستخدام هذا، بس هدي مكونات وهدي عناصر للقيم دي، هديها قيم بقى يبقى للاوبجكت الجديد. هنا الفانكشن اللي احنا عملناها بتقوم بوظيفه، فهنقول له الفانكشن دي هتعمل ريتيرن. احنا قلنا فاكرين ريتيرن فانكشن لما تكون فانكشن، ولما تكون سب فانكشن بترجع لي ريتيرن بقيمه. فهنا الفانكشن جيت سالري بنقول له باي فال حط لي الرول جوب كسترينج، بحيث يقول لي مسمى الوظيفي ايه، وهترجع لي از انتجر، يبقى هنا كقيمه انتجر هترجع بيها. المفروض هنا بقول دام اوكي، بعرف متغير اسمه سالري از انتجر، وبعد كده بقول لو الجوب رول اللي هو دخلها هنا ديت كانت بروجرامر، انت سان زان اتبع له حط في السالري، خزن في المتغير ده 7000. else if لو الجوب رول كانت اناليسيز محلل، فحط لي هنا 9000، وبعد كده اقفل الاف. فاذا هو هيحط قيمتين على حسب المتغير اللي عنده، في الاخر يعمل لي ريتيرن بالسيلري اللي طلع. طيب انا بقى عشان اعمل الكلام ده المفروض دي سيلر موجوده جوه الكلاس، يبقى اذا الكلاس بتاعتي اللي هي كلاس الموظف اوكي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على 3 متغيرات. ايه هما؟ انا كان عندي الموظف لي النيم والجوب رول والايج، يبقى انا هنا عندي النيم والجوب رول والايج اوكي، وعندي دول كده 3 متغيرات اوكي، وعندي ميثود او فانكشن بتقوم بوظيفه اسمها جيت ايه، جيت سالري، يعني تجيب لي بناء على انه بياخد القيمه اللي هو الجوب رول، هو بياخد ايه تمام، اللي هو المتغير دوت هيحط قيمته، هنحط هو وظيفته ايه لو هو بروجرامر او اناليسيز، فبيطلع لي السالري بتاعه. المهم كده انا دي دي الكلاس اللي عندي. لما انشئ اوبجكت منها بقى، هنشئ اوبجكت، هعمل مثلا اوبجكت اسمه E1، هقول E1 ده ينشأ من مين؟ من الكلاس دي. فهنا هي على طول يبقى هو ليه الثلاث حاجات دول يقدر ينزلهم عنده، صح؟ ويقدر كمان يستدعي الميثود دي، ويقدر يستنتج الجوب رول بتاعه كام. فبالتالي انا ممكن اخد هنا واشتغل بيها، وبعد ما اخد القيم بتاعته ايه. طب ازاي ننشئ بقى الاوبجكت ده؟ كده بنسميه اوبجكت. وممكن ننشئ اوبجكت تاني، اوبجكت 2 برضه ياخد نفس القيم بس بقيم مختلفه. اي بقى هنا طالما انشأنا كلاس ممكن ننشئ منها اكتر من اوبجكت. كيفية تعريف الاوبجكت من الكلاس، ازاي نكريت ده، بنسميه كرييت لاوبجكت بياخد مواصفات الكلاس. فبنحط اسم الاوبجكت، نكتب قبلها دم اوبجكت، نحط النيم اس كلاس نيم، ونحط اسم الكلاس. احنا عندنا مثلا E1، وعندنا هنا الايه الاسم الامبلوي اللي هي بتاعت الموظفين اوكي، مواصفات الموظف هنا، واقول هنا نيو، واحط نفس اسم الكلاس تاني اوكي.
يبقى هي دي الكلاس اللي انا انشأت منها، فانا المفروض هعمل الشكل دوت اللي هي هكتب them as، يبقى هو امشي اوبجكت من دي واكتب equal new، يعمل لي يفتح لي، يبقى هو هيفتح في الذاكرة مخزن قيمة واحد اللي اسمه e1، و e1 هيحط فيها البيانات الخاصة في نفس الكلاس اللي انا انشأتها، اوكي. وبالتالي هنا هيبقى جاهز ان انا استدعي البيانات دي من خلال هذا الاوبجكت. هنا هنعمل في المين نفسها، احنا خلاص انشأناها الميثود الكلاس الخاصة بال، انا كده عندي هنا كلاس اللي هي الامبلوي، اوكي. عندي هنا هقول دم اوبجكت، فعملنا اوبجكت اسمه اوبجكت از امبلوي، يبقى انا كده انشأته منها وعملت نيو امبلوي، دي الصيغة الرسمية لانشاء الاوبجكت، بقى اسمه او بي جي اوبجكت، اوكي. بعد كده انا لما استدعي، احنا عارفين هنا متغيرات في النيم وفي الرولز وفي الايدج، التلاتة دول متغيرات اساسية عندي في الكلاس ديت، فلما احب استدعي واحد اقول اوبجكت اقول اسمه دوت، احط نقطة واحط النيم، يبقى انا كتبت هنا اوبجكت دوت ها، واكتب اسم الايه، الاسم اللي انا هنا، انا عندي هنا النيم، انا عايز الاتريبيوتس دي عايز اناديها، اقول له هات النيم ايكوال واحط فيه الناتج اللي انا عايزه، يبقى انا سميت هنا الاسم سارة. هنا الجوب رول هي بروجرامر، الجوب رول بروجرامر، فاذا انا هنا لما احب اخد الاتريبيوتس اللي هنا اغير في قيمتها، وبالتالي انا انادي على الاوبجكت اقول اسمه دوت، وبعد كده احط الاسم الاتريبيوتس واحط هنا ايه الاسم اللي انا القيمه اللي انا عايز اغيرها داخلها. دول متغيرات، انا عندي متغير هنا اسمه نيم، متغير اسمه جوب رول، اوكي، وعندي متغير تاني اسمه ايج. لما احب استدعي متغير من دول واغير قيمته انادي الاوبجكت، هقول اوبجكت دوت واقول اسم المتغير من دول بقى، يعني مثلا اوبجكت ايج هقول ايكوال 30، يبقى كده انا حطيت هنا قيمه متغير، اوكي. اقول اوبجكت ها دوت نيم، يبقى نيم سترينج احط هنا الاسم، اقول اوبجكت دوت جوب رول واحط الوظيفه، وبالتالي انا هنا لما بستدعي المتغير من هنا الاتريبيوتس لازم استدعي الاوبجكت واقول دوت بعدها. حلو، طب انا عايز استدعي الميثود، الميثود هنا انا عندي هنا في فانكشن بتقوم بجيت سالري، بتجيب لي السالري، طب انا هقول لها هات اوبجكت دوت جيت سالري، بستدعيها من خلال الاوبجكت، وهنا لازم بتاخد قيمه الجوب رول، فانا هقول جوب دوت جوب رول، هات لي الجوب رول بتاعت الاوبجكت ده، فانا هقول تاني اوبجكت دوت، هو بقى عمل الكلام ده وخزنه في متغير اسمه سالري، عمل ديم سالري انشاه كانتجر، وهيخزن القيمه اللي هترجع بيها الفانكشن دي، لان جيت سالري بترج فانكشن بترجع بقيمه المبلغ، لو قلنا بروجرامر هيرجع له بمبلغ، ولو اناليست هيرجع له بمبلغ تاني، وبالتالي انا هنا استدعيت الميثود الفانكشن اللي بتقوم بالوظيفه، حطيت فيها نوع الجوب رول نفسه اللي هو عندي هينزل هنا، فاستدعيت الاوبجكت دوت جوب رول. وبعد كده انا بعمل طباعه الكونسول دوت رايت لاين، بقول له اعمل لي طباعه الاسم، فانا عشان استدعي الاسم اللي متخزن لازم استدعي الاوبجكت واقول له دوت نيم، هات لي المتغير اللي هنا، فاقول له اوبجكت دوت نيم، وبعد كده مسافه اوبجكت دوت رول جوب رول، فهيجيب لي هنا اسمه ووظيفته، في الاخر هيطبع بعدها عايز اطبع السالري، هقول له سالري دو سترينج اللي هي دي اللي انا بستدعي المتغير اللي انا خزنت فيه القيمه اللي هتطلع من الفانكشن او اللي انا عاملها اللي هي جيت سالري، فهيطلع القيمه هيخزنها في سالري انا بستدعيها واعمل لها هنا استدعاء، فبعمل تو سترينج ليها، تو سترينج يعني بتجيب لي قيمتها وتحطها لي هنا، وبالتالي انا كده انشات اوبجكت من الكلاس ها، وبدات اوصل للقيم الداخليه، غيرت فيها وعملت طباعه للقيم اللي طلعت. ممكن انشئ اوبجكت تاني، ممكن انشئ اوبجكت اغير الاسم ده اسميه اوبجكت 2، اوبجكت 2 هيبقى ننشئه طالما كده يبقى هو انشئ في الذاكره، ويقدر اوصل لاي حاجه ان انا اقول الاسم اوبجكت 2 ها اوبجكت 2 دوت نيم مره دوت جوب رول دوت ايج، وهكذا اقدر اغير في الذاكره في القيم الخاصه بيه، وهيبقى ده متغير مختلف تماما عن ده، فيبقى دول اسمهم اوبجكت واوبجكت، اذا انا ممكن انشئ اكتر من اوبجكت، اكتر من موظف من نفس الكلاس، يبقى هنا دي ميزه ان انا الكلاس بتساعدني ان انا انشئها مره واحده واقدر اكريت منها اكتر من اوبجكت بنفس المواصفات اللي موجوده عندي في الكلاس نفسها. هنا احنا شايفين الشكل العام للبرنامج، هو اول حاجه انشا البروجكت عنده كان فيه
عمل الكلاس بالطريقه اللي قلنا عليها نيو اد وبعد كده اضفنا كلاس، وبعد كده عمل الكلاس نفسها بتاعت المديول نفسه اللي بيشتغل عليه. فالكلاس اللي هي امبلوي اهي دي انشاها في الاول وحط فيها الثلاث متغيرات اللي انشاهم از string وسترينج واي وانتجر، وبعد كده عمل الميثود او الفانكشن اللي بترجع بقيمه السالري، ترجع بريتيرن بالسالري. وبالتالي هنا انا عندي دي اقدر انشاها، فلو انشات منها اي اوبجكت اقدر استدعي دول واقدر استدعي دي، لانهم ايه هيبقوا كائنات الاوبجكت نفسه بياخدهم، تمام؟ اكنها عباره عن ام وبتولد اوبجكت، فاي اوبجكت هياخد نفس المواصفات اللي هنا بالظبط. هنا انا جيت في المين ميثود بقى، يبقى انا عندي هنا كلاس منفصله تماما بره في ملف لوحدها، وهاجي هنا في المين بقى هنشئ الاوبجكت، فهقول له ديم وانشئ الاوبجكت من الكلاس اللي عندي ونيو، واكتب اسم الكلاس تاني، وابدا بقى هنا اعمل ايه؟ استدعي المتغيرات دي من خلال ان انا بنادي على الاوبجكت دوت نيم، اوبجكت دوت رول، وابدا اغير في القيم اللي عندي اللي هنا، وبعد كده انا ممكن اطبع القيم اللي انا خدتها، وبالتالي اقدر استدعيهم من خلال ان انا بدوس على الاوبجكت دوت رول او الاوبجكت بنادي على اسمه، ممكن استعمل يو سالري واخزن فيها قيمه السالري نفسها، واقدر بعد كده بعد ما اتعامل مع السالري اقدر استدعيه في عندي واقدر اطبعه بعد ما استدعي الميثود واحط فيها الرولز اللي انا عايزها. اوكي، عندنا هنا تمرين خاص بستودنت بيقول لي انشئ كلاس اسمها ستودنت. اوكي، الكلاس ستودنت دي فيها اتريبيوتس، انا بحدد الاتريبيوتس هي المتغيرات نيم، يبقى انا عندي متغير اسمه نيم هنا اسمها ستودنت، وعندي كلاس اسمه نيم، عندي اوبجكت اسمه نيم، وهنا عندي اتريبيوتس ايج يبقى نيم وايج من ضمن الايه الاتريبيوتس الخاصه المتغيرات الخاصه هنا. وعندي فانكشن، فانكشن بتعمل جيت كاتيجوري اللي هي بتجيب لي النوع الكاتيجوري بتاعه، فببدا هنا الجيت كاتيجوري بتقول لي بتاخد سترينج اسمه الايج، هنا بتاخد دي بريتيرن بسترينج، بترجع بقيمه سترينج بترجع بقيمه ريتيرن بيها، وهي بتاخد العمر نفسه الايج وبتبدا ترجع بالقيمه، فبتشوف لو عمره اكبر من 19 تقول له انت في الكوليدج، لو بتوين 12 و19 تقول له انت هاي سكول، لو اقل من 12 تقول له انت برايمري سكول. وبالتالي انا هنا عباره عن متغيرين وواحده فانكشن، ازاي ننفذها هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا اول حاجه انشا الكلاس ستودنت، عمل متغير نيم كسترينج والمتغير ايجي كانتجر، الفانكشن جيت كاتيجوري وهترجع بسترينج. هنا اول حاجه عمل متغير اسمه كاتيجوري سترينج هيخزن فيه القيمه، طلب ان هو يعمل سيلكت كيس هيشتغل بيها، عمل سيلكت للايج، الايج لو كان الكيس ايز اقل من 12 هيخلف الكاتيجوري برايمري، ولو كان الكيس ما بين 12 و17 هيخلف الكيس كاتيجوري هيخليها هاي، ولو كانت اكبر من 17 هيخلي الكاتيجوري كوليدج. وبالتالي هنا الايلز كيس ايلز اللي هي الديفولت فهيخليها عباره عن ايه نان يعني فاضيه. اوكي، بحيث ان لو مع اي دخل اي قيمه من هنا يخليها فاضيه وكده، يبقى هو وفي الاخر هيرجع بايه لما هو عمل اند للسيلكت كيس، وفي الاخر عمل ريتيرن بالكاتيجوري اللي هيتخزن فيها. فاذا الكاتيجوري واخده ثلاث حالات، حاله الهاي والكوليدج والبرايمري حسب السن اللي بيدخل، وبعد كده بياخد يرجع لي بالكاتيجوري. يبقى انا كده عندي الكلاس دي فيها اتنين اتريبيوت النيم والايج، وعندي فانكشن واحده اللي هي خاصه بالايه بالجيت كاتيجوري، وهنا لما ننشئ اوبجكت بعد كده هنستدعيه من خلالها.